ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقتنا اليوم نتكلم عن تجربتي في إسقاط النجم. يوجد الكثير من التجارب التي يعيشها في الإسقاط النجمي، التي منها هي حالة الخروج من الجسد ومنها حالة الأحلام الواعية. لكن الآن سنتكلم عن تجاربي كلها في الإسقاط النجمي، التي لن تكون كلها عفوا، لكن ستكون المسائل الأساسية والرئيسية في التي هي في الإسقاط النجمي. المسألة الأولى، تجربتي في الإسقاط النجمي، التي هي الأولى والتجربة الأولى في الإسقاط النجمي. تجربتي في الإسقاط النجمي كيف كانت؟ كيف كانت؟ أي لن نطيل عليكم، سوف نتطرق إلى الموضوع. كانت تجربتي الأولى في إسقاط النجم تجربة عجيبة جدا جدا جدا، وأنا من تجاربي التي عشتها أي في الإسقاط النجمي، في التحريك عن بعد، في الفتح العين الثالثة، ومنها التجارب الأخرى التي منها التنويم المغناطيسي ومنها الكثير من التجارب. لكن تجربتي في الإسقاط النجمي كانت تجربة غريبة جدا، التي كنت أول مرة جربتها. وهي في الإسقاط النجمي ضروري من الإنسان أن يخاف في الأول، لكن بدون مرشد سوف تخاف فعلا، سوف تخاف. تجربتي كانت غريبة وجميلة في نفس الوقت، التجربة الأولى التي كانت، أي عندما اكتشفت الإسقاط النجمي وعندما بحثت عنه وبدأت أعمل طرقي أنا لوحدي في الإسقاط النجمي، فعند أعمالي وبعض الإبداعات التي عملتها أنا لوحدي، عملت الإسقاط النجمي في البيت، كانت تجربتي الأولى. فعند تجربتي الأولى ماذا حصل لي؟ هذا هو الغريب، ماذا حصل لي في تجربتي الأولى؟ تجربتي الأولى في الإسقاط النجمي كانت تجربة جميلة وغريبة ومرعبة. فلما أغمضت عيني وبدأت أعمل الإسقاط النجمي، فبدأ اليدين كليهما يبدأان يرتفعتان لوحدهما، كانت تجربتي الأولى، يدي بدأ يرتفعتان لوحدهما، ومن بعد بدأ رجلي يرتفعتان لوحدهما. ففي تلك اللحظة حسيت بالكثير من الأحاسيس المرعبة، ففتحت عيني. لما فتحت عيني أي اكتشفت أن الإسقاط النجمي أي حقيقة، ولازم أتحدى هذا الخوف. فكررت العملية على اليوم الغد، مثلا عملت اليوم أول تجربة، غدا عملت ثاني تجربة. فلما كانت الثاني تجربة، كانت تجربة غريبة جدا أكثر من التجربة الأولى. الغريب ما يكون، والذي أي جعلني أستغرب أي أكثر وأكثر، لما عملت الإسقاط النجمي ثاني مرة كان إحساس غريب جدا. لما عملت الإسقاط النجمي، ففي تلك اللحظة بدأت أشعر بأحاسيس لم أشعر بها من التجربة الأولى. لم أشعر بتلك الأحاسيس، أحاسيس غريبة في عملية الإسقاط النجمي. فبدأت أشعر بيدان، العملية الثانية بدأت أشعر بيدان يرتفعتان لوحدهما، ثم رجلي بدأ يرتفعتان لوحدهما، ثم من بعد هذه العملية بدأت أسمع أصوات في أذني، وبعد أسمع أصوات أشخاص ينادونني باسم. كانت تجربة غريبة جدا والله. فمن بعد هذه العملية، والغريب ما يكون، أنني بدأت أشعر بالدوران، كأنني في جسم آخر أو شيء ما، فأشعر بالدوران، أي أدور 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 أدور. ففي لحظة حسيت بجسمي وقف من الدوران. فمن بعد تلك العملية وجدت نفسي أرتفع من المكان الذي أنا فيه. بدأت أشعر كأنه ريح خفيف يرفع جسمي في المكان، في السرير الذي أنا فيه. فمن بعد قليل لم أعد أشعر بالسرير الذي هو من تحتي، لم أشعر به، بدأت أطفو في الهواء، فكان الطفو غريبا. بعد الطفو بدأت أشعر بجسمي يتمايل إلى اليمين إلى اليسار، وأشعر بجسمي
كأنه ريشة ريشة ريشة. فبدأ قلبي كما نقول، بدأ قلبي يرتجف، وجاءني خوف، خوف لم أشعر به من قبل. لكن في نفس الوقت أقول في نفسي أني ضروري أكمل التجربة، ضروري أكمل التجربة. فالغريب ما يكون أن عندما بدأت بالطفو إلى الفوق، فبدأت أرى البيت الذي أنا فيه. والله العظيم شيء غريب، بدأت أرى البيت الذي أنا فيه من الفوق، بدأت أرى البيت الذي فيه من الفوق. فلما رأيت البيت من الفوق، فكيف كان البيت؟ هل كان البيت مثل البيت الذي أنا فيه، أم بيت آخر، أم ماذا؟ لا، بدأت أرى البيت الذي أنا فيه من الفوق، ولكن بشيء غريب قليلا. الشيء الغريب أنني بدأت أرى البيت بلون أزرق، أراه بلون أزرق. فلما رأيت البيت من بعد، رأيت جسمي، بدأت أرى جسمي. الجسم الذي رأيته، رأيت أرجلي، كليهما رأيتهما في الأمام، لكن في لون شفاف، لون شفاف ولون أزرق. فلما في هذه اللحظة، هل أنا رأيت البيت الأزرق الذي هو بيتي، رأيته أي لم ينتهي ذلك المنظر، أم رجعت إلى الظلام، أم ماذا؟ لا، بدأت أرى البيت، ومن بعد قليل أرى لون أسود، من بعد أرى البيت، من بعد أرى لون أسود، من بعد أرى البيت. فمن بعد شعرت بقلبي وقف، لم أعد أشعر أن عندي قلب أبدا. ومن بعد تنفسي وقف. ففي تلك اللحظة لما شعرت بأن تنفسي وقف، وكانت هذه ثاني تجربة، فخفت كثيرا، خفت كثيرا، خفت كثيرا، كثيرا، خفت لدرجة غريبة جدا. فعندما خفت، أي قررت أو برمجت دماغي أن أستيقظ. ففي تلك اللحظة حسيت بجسم آخر، أنه ينزل خفيف ثم يدخل في جسدي. ففي تلك اللحظة فتحت عيني. كانت هذه التجربة الثانية، وسببها أنني خفت فعندما توقف تنفسي. لكن سبب توقف النفس هو أن الشخص عندما يتوقف تنفسه وهو في حالة دخوله إلى الإسقاط النجمي، فتلك اللحظة الوعي ينفصل من الجسد المادي ويذهب إلى الجسم الأثيري، والجسم الأثيري لا يتنفس. فكل شخص أي في دورتي وكل شخص يتدرب عندي، عندما يصل إلى هذه العملية لا يخف، أرجوكم لا يخف. هذه كانت تجربتي الثانية، ويوجد تجارب أخرى إن شاء الله في الفيديو القادم سوف نحكي عن تجربة أخرى التي هي من تجاربي. وأتمنى لكم التوفيق، وشاركوا في قناتنا إن كنت لم تشارك في قناتي، شارك في قناتي حتى تتوصل بالجديد من البداية إلى النهاية، حتى يكون كل جديد عندك. والسلام عليكم وإلى اللقاء.